ستتدارسون مختلف الإشكالات المرتبطة بالآليات الأنسب والأدوات الأنجع لمواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، عروض نظرية وبعضها تطبيقي أيضا، وسيعمد الخبراء الثمانية الذين كتبوا في هذا الصدد من أجل وضع دليل خاص بمحاربة الأخبار الكاذبة سيما في الفترات الانتخابية. وليس سرا كما تعرفون بأن تحدي مواجهة الأخبار الكاذبة أصبح تحديا عالميا في ظل انتشار الوسيط الإلكتروني وتزايد وتوالد منصات التواصل الاجتماعي وما تفرضه من آنية وتفاعلية وأبعاد تسويقية وتشويقية تغري بالاندهاش والتفاعل وتولي قيم التقاسم والمشاركة أكثر مما توليه لقيم صدقية وموثوقية الخبر. لذلك يهدد انتشار أخبار الكاذبة وعي الشعوب ويغرر بالرأي العام ويقتل كل مصداقية لوسائل الإعلام، ويتعاظم ذلك الخطر سيما في الفترات الانتخابية والفترات الحاسمة. لذلك أولت المنظومة الدولية اهتماما كبيرا سيما اليونسكو لمحاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة لكبير تأثيرها على وعي الشعوب وعلى حقائق الأوضاع ولما تشكله من تهديد للسلم واستقرار المجتمعات والأفراد. وأصدرت اليونسكو مؤخرا وثيقتها الخاصة بالبنود أو المحاور السبعة المتعلقة بالآليات الكفيلة بمحاربة الأخبار الكاذبة، مع التوصية بالتحلي بالصرامة اللازمة في الفترات الحاسمة ومنها الفترة التي نعيشها وهي فترة الانتخابات.